سكان دوار البراهما ضواحي سلا ما زالوا تحت صدمة الخبر. بعد 4 أيام من التيه عثرت الأسرة على جثة هاجر ذات السنتين في بئر الدوار. لن يملأ شغب هاجر بعد اليوم المكان. الحزن يخيم على الكوخ الصغير. مشيت لعند المرا جارتي، رجعت لقيت سفيان، قلت له فين يا اختك؟ قال لي ما عرفت. تولت جيراني قال لي بنتك يلا كانت قدام الباب، يا جانك يلا كانت قدام الباب يلا كانت كتلعب تما كيف ما فاكت. دخلت للدار بالزربه طليت ما لقيتهاش، عاوتاني دخلت قلت ربما تكون هنا برا حيت ما كتمشيش ليا هي، واخا كتمشي ما كتمشيش ليا بعيد. طفل الجيراني ذو 8 سنوات أصر لأحدهم أن الصغيرة في قعر البئر. بعد البحث والتحري اعترف الطفل أمام الدرك الملكي بأنه مارس فعلا مشينا على الصغيرة وسقطت في غفلة منه في البئر المهجور. دبرت على كوردة هبطت البئر تنلحق تما تلقى الدرية كاينة، قلبتها بانت هي بقى هي هذيك، من قلبتها بدأت الدم تسيل. صديقة هاجر لا تستوعب ما يجري حولها. أخضعت جثة هاجر للتشريح. بعد 3 أيام سيقدم الحدث